سمو الامير فيصل بن تركي رئيس مجلس اداره نادي النصر، بدايه ابارك لك تجديد عقد اللاعب محمد سهلاوي بالامس واليوم عمر هوساوي. ابو تركي، ليش الوقت هذا بالذات تم التجديد؟ والله شوف، يعني اللاعبين اللي ذكرت قبلها، ذكرت انا انه اللاعبين اللي يبغاهم نادي النصر واللي النجوم اللي عندنا بنحافظ عليهم، لانه اهم اولوياتي انه محافظه على الفريق اللي عندنا. طبعا ما خلصنا احنا مع اللاعبين اللي موجودين، في كم لاعب نحتاجهم للمواسم المقبله ان شاء الله خلال الايام القادمه، نوقع مع اللاعبين اللي نحتاجهم للمواسم القادمه ان شاء الله. عندنا فريق قوي، ما في فرق بين الاساسيين والاحتياط، فاذا تبغى تكون موجود في المنافسه الاعوام المقبله المفروض تحافظ على الفريق. وانا ذكرتها قبل في مقابلات، ان كان في كوره او في برامج اخرى، انه مهم جدا ان اللاعبين يكونون يلعبون مع بعض لفتره طويله. الحمد لله هذا صار في اخر سنتين، والحين قاعدين نجني ثماره بالمنافسه على جميع البطولات. نعم سمو الامير، خلال اليومين الماضيه نفس اللاعبين عمر هوساوي ومحمد السهلاوي، يعني جاء كلام كثير، انديه ثانيه دخلت، وفي ناس قالوا انه تم التجديد بسبب هذا الشيء، هل اثر فعلا؟ ترك محمد، يعني شوف قصة التجديد، تجديد لأنه بيدخلوا في فترة 6 شهور في آخر الشهر، حنا أنا قايلها من الأول، أي لاعب يحتاج نادي النصر إن كان في النصر بيوقع معه، إن كان في غير النصر بيوقع معه، ما عندنا مشكلة حنا بالتوقيع مع أي لاعب. نادي النصر نادي كبير، يقدر يجلب أي لاعب يحتاجه إذا كان متاح اللاعب، لكن المحافظة على نجومنا هو المهم. أنا ذكرها قبل في كم برنامج، كل ما سألت على السهلاوي أو محمد أو خالد الغامدي أو غيرهم اللاعبين، دائما أقول اللاعب اللي يبغى نادي النصر بيقعد في نادي النصر، التوقيت عادي في الموسم، بيدخلون فترة 6 شهور بعد 20 يوم، إن كان وقعنا الحين ولا وقعنا بعد 20 يوم ما عندنا مشكلة، لكن كنا واثقين من اللاعبين يبغون بقائهم في نادي النصر. طبعا نادي النصر الحمد لله الأسهمة في ارتفاع إن شاء الله بالنسبة لللاعبين والمستويات اللي قاعد يقدمها إن شاء الله. نعم سمو الأمير، في ناس ربطها أنه أيضا قدوم راعي قريب عما قريب جددت معهم، لأن سمو الأمير المبالغ اللي جددت فيها من الصعب جدا بدون راعي، يعني ذكر ذلك أنه من الصعب جدا توقع مع اللاعبين رغم وجود دون راعي، أنت موجود فقط. الحين احنا في نص الموسم، اكثر من نص الموسم صح؟ عندنا راعي؟ طيب بس هذا الجواب، يعني نحتاج راعي، ما في شك انك تحتاج راعي عشان يقلل الصرف من الاداره ومن اعضاء الشرف ويساعد في هالامور، اما قل الصرف على الاقل يساعد في امور اخرى كثيره، عندنا اشياء اخرى مو بس العقود. لكن انا اقول لك الحين احنا في يمكن تعدينا نصف الموسم والحمد لله أمورنا ممتازة، سجلنا في فترتين، سجلنا لاعبين جدد، جددنا مع لاعبين، ما عندنا مشكلة احنا في نادي النصر. ودائما أقولها وكم مرة قلتها معك محمد ومع آخرين، الحمد لله نادي النصر بخير، وإحنا ما إحنا قاعدين نحكي كلام في الهواء، يعني الأمور تصير على أرض الواقع وهذا اللي صاير. نعم سمو الأمير، الأمير فيصل بن تركي في تعاقداته خصوصا هذه السنة يبدو أنك غيرت من طريقة التعاقد، يذكر أسماء في الإعلام تفاجئ الإعلام بتعاقد مع اسم آخر، يعني أقرب مثال مراد دلهوم، أيضا تجديد السهلاوي بشكل مفاجئ كلها جت. شوف أنا بأكون صريح معك، حنا في كم لاعب ذكرنا أساميهم في الإعلام قصدا، لأنه احنا عارفين أن بعض الأخوان، ما أبغى أذكر أندية أو أشخاص أو هذا، كل ما طلعنا اسم لاعب راحوا من قنوات أخرى وجابوا وسموا نفسهم ايجنتس وراحوا للاعب نفسه وعرض عرض أعلى، يعني مجرد للتخريب. فالحمد لله عرفنا الطرق اللي نتعامل معهم، نرمي لهم الطعم الحمد لله وحنا نروح جهة أخرى. تركي يمكن يحتاجون اللاعب؟ لا، يفاوضون باسم نادي النصر، يعني يفاوضون اللاعب نفسه اللي نذكر اسمه باسم نادي النصر أنهم ايجنت آخر ويرفعون السعر. خطير اللي تقوله ابو تركي، باسم نادي النصر يفاوض، طيب ليش ما رفعت شكوى مثلا؟ ما نعرف من الشخص، يعني يروحون بصفه غير رسميه مجرد للتخريب، هذه معروفه ما صارت اليوم ولا، لو تسال الامير فيصل عبد الرحمن، لو تسال الاخ طلال رشيد، لو تسالهم كلهم هذه تحصل كثير، لكن احنا عرفنا الطرق اللي نتعامل معهم فيها، يعني اولاد الحلال كثير هالايام.
يا شمس شوفي شعاعك فوق.